أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال صلى الله عليه وآله والملأ أمامه: من كنت مولى فعلي مولاه، اللهم والي لمن والاه، وعادي لمن عاداه، وانصر من نصره، واخذه من خذله، وأدر معه الحا حيثما دار. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم والبراءة من أعدائهم، واجعلنا من المحيين لأمرهم ومن المنتظرين لفرجهم ومن المستشهدين في ولايتهم بمحمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بأبي عبد الله، وجعلني وإياكم من الطالبين بثأره وبثأر الدماء السائلات بين يديه، مع إمام ظاهر ناطق بالحق منه، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك ومن ذرية أخيك، وعلى الدماء السائلات بين يديك، وعلى الموالين المقيمين مآتمكم والباكين عليك. اللهم اجعلنا من المقيمين لمآتمهم والباكين عليهم يا رحمة الله الواسعة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. روحي يا مولاي وأرواح من في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب
العمامة ظلما والرداء أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله يا ليتنا يا حبيب الزهراء كنا معكم وفداء لكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النورى يشكو أسفا قائلا يا جاد رسم الصبر عن قلبي عفاه لمصاب أذكل أذقل الظهر وأوهى المنكب فنام على قبر جده وإذا به يرى المصطفى في غفوته في لمة من الأنبياء والملائكة ضم الحسين إلى صدره وإذا بالحسين ينادي جد يا رسول الله خذني إليك جد يا رسول الله خذني معك وإذا بالمصطفى بلسان الحال ينادي يقول له يا حسين سافر واترك ديارك ولو طاع لازم يا عقلي تنذبح بالطفي عطشة وراسك يعلونه من فوق لسنا وتنفجع زينب بس ما تشوف اقبال هيلو الويش هذب حياة جدي قلب ذبحي عقل تنجي الشيعة من النار بس أنا أنذبح يا جد قال لا أبذبحك يا عقلي تتجي الشيعة من النار وبذبح شبانك وذبح أطفال الصغار وتصير لأجلك كربلاء مقصد الزو وانت تنجيها ويصير الذنب مغفور لما انتهى من بكائه على قبر جده مال إلى قبر أمه فاطمة وهو ينادي في أمان الله في أمان الله يا فاطمة حنوا لصق فوق القبر صدره شو تقول يا ملا عطية الجمري على هالأنفاس الإيمانية حنوا لصق فوق القبر صدره يبكي وينادي في أمان الله يا زهرة مكسور قلبي من الهضم والله يا
جبرا وميل على قبر العضيد وعبرات احجري اتخاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدار الله سمك وذبحي من قبل تكوين الوجود لكن يا أبا محمد وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي عليها قصدي بهالسفرة أروح الغاض عندي خبر من سفرتي للبيت معو ويلي ودع قبر جدة والدمعة جرية ينادي أنا موعد وياكم برا والله أظل مطرح والله أظل مطرح من فوق